أنمر، هو دوار يتواجد بقبيلة أيت معمران بإقليم سيدي إفني جماعة تيوغزا. دعا صيته مؤخرا بفضل كتاب لتحفيظ القرآن الكريم التابع لمسجد الدوار، والذي يتبنى الأساليب التعليمية العتيقة تجمع بين التراث الإسلامي والتقنيات التعليمية الحديثة، ويرتكز على التلاوة الصحيحة وحفظ النصوص القرآنية وكذلك فهم المعاني وتطبيقها في الحياة اليومية. كما تسهم هذه المدارس في بناء جيل يتسم بالوعي الديني والأخلاق الحسنة. المسجد بعد أن دعا صيته بفضل سيدي مبارك أزايف، وهو الفقيه الشاب الذي يشرف عليه، عرف إصلاحات جذرية بعد تدخل محسن ومجموعة من أحباب بيوت الله وإشراف جمعية المسجد، ليتم تشييد قاعة الصلاة وتأهيل مرافق الوضوء وكتاب المسجد ومسكن الإمام وكذا مرافق أخرى. وقد تزامن حضورنا مع حفل ختمة مجموعة من الطالبات والطلبة، ليتم تنظيم حفل ديني بهذه المناسبة احتفالا بهم وتشجيعا لهم على الاستمرار. باسم جمعية رعاية شؤون مسجد أنمر، خاصة وساكنة دوار أنمر، نرحب بكم جميعا ونقول لكم أهلا وسهلا بكم. حللتم أهلا وأطئتم سهلا، شرفتمونا بحضوركم الكريم. يا ضيفنا لو زرتنا لوجدتنا، نحن الضيوف وأنت رب المنزل، إن المكان بزائره قد اختفى، أهلا يقول لمن أتاه ومرحبا. أستدل دار نغيو والمقر بفلك باهرة التيغان دان مناسبة حفل ختم القرآن الكريم بفائدة طلبة مسجد أنمر تحت إشراف الإمام المبارك سي مبارك أزايف، أشكره جزيل الشكر. اللقاء الحمد لله يزري يعني في ظروف جيدة، حضر نقيس تكتمد باهرة كريقات يعني المنطقة، سواء نيت مازير تلمد نشكا من برا، يعني بدنا كله فرحنا الخيرات، اللهم بارك، يعني زري يعني من يعني النهار كله يعني زرين دينا ومدناد شركن دينا الفرحات كتشجيعا لطلبة المسجد. Yeah.
لله كاين نشكد صدورات هو 2016 انا فريت التلاميذ فريت 15 واحد او مي غادي نسخي كاد الحمد لله اش نسقرا اكاديمي كرتي قلت التلاميذ الحمد لله اللي قالنا 60 70 16 كان التلاميذ درت نسقرا يعني رسم المبلغ اللي يكونوا الزيران كنا مس غليس غليس غير غنكي يعني الطريقه اللي سقران كاين يعني تلوحس السمسار السمخ يعني هذه السوق تنعم الناس ديالها كل غير كذا كل يوم اللي ستين كيغا سقرا حتى كني درت نعم غير سقي كذا باش اسر سقرا حتى كني هو ارتجع التلاميذ ارسم التاني غتي اول ربي تبارك وتعالى ولي تحفظ نسيت كل كترسي ارتي يعني ارتي تفهم ربي تبارك وتعالى على القراس صورت قرب المساء المدرسه ارتي العقول ارتي ترجم اول ربي تبارك وتعالى ارسم الملغى الاخلاق الاداب الحمد لله اول اللي قدر يتخسم تفرغ خصها يتخسم دريس فروغ سابورت لو كل زون تخسم دري القران العظيم يعني ارسل قراءه التسعه الحمد لله سجعه الناس تني يسكن الخاتمه سي زوار تير الدناوي راه نسكن في الشطان ويدي سن ويدي الخير الحمد لله اللي قسمت الحماس الحمد لله اللي الحماس خص الخير الى كل دري السفنس اللي دري الخاتمه كنا نبعث تمشي تبارك الله نبعث التلاميذ ونعمة الفرقان قرآن ربي في البكور رفيقنا هو منهج في مركز الإتقان جئنا إلى الدنيا زهورا حلمنا ظل الحياة ونعمة الفرقان أو التلاميذ تنتني وكذلك التلاميذ مساكن تنتني من أصل ديور ربي سكر ما سميتي الا دون 500 درهم الزوال ان شاء الله سوا سكرونا في الشحت تاع كنا كلشي سميتو داك اللي استعمل تفرخينا استعمل الدراري كلشي انا الدراري كان في تيدو واحد تنتني تعامل ندير معامله مزيانه تستفيد من التلاميذ تي مهارين ولا يركز الحمد لله عرفنا تستفيد من مصلوف الفجر التلاميذ اللي تقرا لنا الحزب الفجر يعني تي شيء كلشي الحمد لله على الحزب الرسمي الحمد لله ديما يزوج المساء وزوار مسجد انا أو نتشجع كل الخير هذا راه تشجعني تدور بزاف تا واللي السنين نسلم عنا هو ربي تبارك وتعالى وكنا نتمنى الخير هذا إن شاء الله تبارك وتعالى لكن الخير هذا اللي نتمنى يكمل تسلك قدام إن شاء الله دار نتقبل هذا اختي قبل ربي تبارك وتعالى هذا اختي ربي أما سلمي زين الحسنة وكان المسمى الحمد لله مش كادي ينسيت حتى نساني ابني غلم لا ديش كالسيدة دي ابني غلم المسجد الحمد لله يلي السكن اسكي بزاف يبني خص السكن الحمد لله يبني الناس غير قرن التلاميذ يبنوا المسجد تبارك الله يعني من تبارك الله غير تزلى التلاميذ الحمد لله كوتن كل غادي تزلى الخير الحمد لله الى غير وان ربي تبارك وتعالى عليه الخير تهلا يعني غير تدوار المحسنين ولي لنا مسوق غزير ولي لنا يغدر بيضاء ولي لنا مس العيون يخف النير كل الشغل بس تبارك الله تعاون دي نفسك المعامله الحمد لله حتى كي الزيك غادي تصرفي كان الخدمه المعقول الحمد لله او حتى انت ملي تصور عاوني زوج حتى انت نخي كذا درخت تعاون نخي كذا درخت تشجع المساء سميتو ورا كل لك مشكل شكون دي انسان اللي راه يشجع المساء ترى تزيك الساك وتشجع عارف لك يتشكو شويه المساء الحمد لله يعني الامور كله زرنت كما ينبغي لله الحمد الحفل يعني عرف مجموعه من الفقرات منها يعني المسابقات في تجويد القران الكريم القاء يعني الأبيات من قصائد البوصيري رحمه الله من البرده والهمزيه كذلك متن ابن عاشر
فنال إعجاب للحضور ما شاء الله، خاصة هناك ذكور وإناث يعني حافظات لكتاب الله سبحانه وتعالى، فذلك يعني يشجعنا جميعا نحن كجمعية أن نشجع بدورنا إمام المسجد ونقدم له كل الدعم في هذا الإطار هذا، وهذه فرصة إن شاء الله باش نزيد مجهودات أخرى في كل يعني ما سيساهم بتطوير يعني هذا البرنامج، إن لم أقول مشروع فهو مشروع، عندما نقول يعني تفيد القرآن الكريم فهو هي مبادرة طيبة يعني رغم أنها تستوجب كثيرا من المجهودات إلا أنها لها أثار جد إيجابية يعني في جميع يعني المجالات اجتماعيا ودينيا، ويعني الحمد لله الذي وفقنا أن يسر هذا اللقاء الذي كما قلت يعني عرف حضورا كثيفا تقريبا ما يقارب يعني 500 أو 600 يعني شخص من جميع أنحاء مناطق قيس بعمران، إن لم أقل يعني جهة قلمي ودنون، وهناك بطبيعة الحال يعني ضيوف أتوا من مدن بعيدة جدا، وهذا كما قلت ما يزيدنا تشجيعا وشرف نحن كجمعية رعاية وتسيير شؤون مسجد أنم. إذن كما أقدم الشكر الجزيل للسيد قائد قيادة تيغوزا، السيد رئيس المجلس الجماعي ممثل المجلس العلمي لإقليم سيدي إفني، كذلك الممثل المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية، الشكر موصول لكم أيضا على تغطية هذا اللقاء، نشكر كل من ساهم في إنجاح هذا الحفل البهيج الذي أسرنا جميعا صراحة ذكورا وإناثا، وشكرا لكم. كنا نضرب بصبرك وتعالى دغ يقبل الخيرات، وكنا نضرب بصبرك وتعالى للشيخ راه ولا مثلنا اثنين حمر باثنين يقرب بغزنات العلا، أي تدورك قسني يقرب بالبركة أمير المؤمنين، اللهم انصرهم ولا تنصر عليه، استجبر بالدعاء يا ربي خلو ندعو لجميع المسلمين يا ربي انك على كل شيء قدير، ولا مثلنا اثنين حمر بي ولي سنين قسني يقرب بصبرك وتعالى، آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جئنا إلى الدنيا زهورا حلمنا، ظل الحياة ونعمة الفرقان، قرآن ربي في البكور رفيقنا، هو منهج في مركز الإتقان، جئنا إلى الدنيا زهورا حلمنا، ظل الحياة ونعمة الفرقان، قرآن ربي في البكور رفيقنا، هو منهج في مركز الإتقان، كل الصعاب تهون لحظة ختمه، يا لذة نشتاقها بتفاني.